جمر ودموع ونركض ورا الأهار وعنا الفرح ممنوع مكتوب فوق العين نبكي جمر ودموع نركض ورا الأهار عنا الفرح ممنوع وليش السعادة يا زمن مو لكل الناس ليش السعادة يا زمن مو لكل الناس ونحن بظلام الليل عتمي وقلب مفجوع يا ظلمة ما كبرت كبرت معك أهاتنا يا جور مهما جرت وتجرحت دمعتنا يا ظلمة ما كبرت كبرت معك أهاتنا ويا جور مهما جرت وتجرحت دمعتنا أكيد تمحي الفرح تمنع صدى ضحكاتنا بعيون الحزين وقال آه يا زمن ليش الحزن بعيوننا بوال الدمع يفسد بعيون الحزين وقال آه يا زمن ليش الحزن بعيوننا موال ليش الأسى ما بينتسى وصلت مهما كبر لابد ما تطلع شمس تتعدل لك شفيق انا يطول علي وقدام الناس بالمحكمه قدام برهان يا سيدي بقص ايدي اذا ابراهيم ما جن لك صار يعوي علي يا سيدي ان جبت اخرته هالعكم اللي اخده اخذ عقله معاه وهي دقني اذا ما بيلحق ربحي لك مو بس على الكلام اللي حكاه معاه ولا على تعويته علي على وشه وهو عم يضحك والقاضي عم يقول الحكم العمى في حدا بيضحك وهو عم ينحكي صاحبك ابو داخو كفين ماليه عامل لي حاله قبضاي بدي تنفخ علينا كفين جابونا رعو هلا يا هني الان علي شايف حاله شو طلعت الليل بي لك حكموني حكموني سنتين ريحوا لي بالي هيك هلا صار الواحد يعرف قديش بده يجيب عن بيته يعني بالاول ما كنت عرفان راسي من رجلي هلا صرت اعرف هي راسي وهي رجلي شلوني معكم شبكو ليش هيك عم تطلعوا فيني لك انا ما جنيت بس حسبتها لقيت هي اسلم واحفظ طريقه للعقل ايه هلا بدي امزح وبدي اضحك وبدي فنجر وبدي اكل لصير مثل الدرفيل واذا قد الفيل ما عندي مانع ليش اضحكوا Thank you.
حكموه ما؟ الله يصبرنا. اللي بيجي من الله يا محلا. بابا كتير منيح يا أمي، الضحكه ما فرقت وشو حتى وداني. وأنا كمان عم بضحك. يلا غيروا أوعيكم وغسلوا تعالوا ساعدونا، نحن كتير متأخرين بالشغل، بعدين صاحب الشغل زعلان. هلا لازم كلياتنا نتساعد، لا لأنه أبوكم، لأنه أبوكم هلا. يمكن ابو ربحي معهن، بس سامي شفيق اكيد لفوا الحبل حوالين رقبتي وشدوا لعبوها صح، شفطوا بضاعه المستودع وبنفس الوقت تخلصوا مني. بس عمليا ما تخلصوا مني، لا، لو بدو يتخلصوا مني كان لازم يعدموني، بس طالما انا حي حقي بدي اخده من عيونهم. عم تحلم، هيك ناس ما حدا بيقدر عليهم، لا انت ولا اللي اتخنهم منك. ليش انت شو بتعرف عني؟ ها؟ ولا شيء. بعرف انك طيب وابن حلال. ايه. لاني طيب وابن حلال اكلتها. لا. لأنك وقعت بين إيدين مجرمين ما بيخافوا الله. فرد شكل، لو كنت قد حالي ما كنت وقعت، بس أنا هلأ غير شكل، أنا هلأ حطيتهم برأس. شو تحمل هالرأس ويحمل؟ بعين الله. بكرة بتنسى. انسى؟ على كل هلأ بكير بالحكي بهالموضوع، لا اطلع منشوف. اطلع اعطيني عمر. لا تخاف بإذن الله بدي أعيش واطلع واجتمع فيهم، وساعتها يا لطيف جبتنا الروق. شبك هاني؟ احكي. لازم نعمل شيء. بشو؟ سامي وجماعته. شو بدنا نعمل يعني؟ معقول نخليهم ينفذوا بعملتهم؟ قدرنا نعمل شيء وقصرنا؟ بس نحن لازم نعمل شيء. اللي قدرنا عليه قانونيا عملناه. قانونيا؟ قانونيا يا هدى؟ طبعا. نحن عايشين بمجتمع له شرع وقانون ولازم نمشي عليه، ولا بيصير سعنا بصار الحيوانات اللي عايشة بالغابة. يا ريت، يا ريت كنا حيوانات بغابة، كان على القليل الواحد أخذ حقه بإيده. هاني شو هالحكي؟ هذا اللي أخذته من التعليم؟ مشان الله، مشان الله حاجة تحكي لي بالمثاليات. أبوك انذبح لأنه في أوغاد عايشين بهذا العالم المتحضر. خزل سمعته، مثل ما حيخسر سنتين من عمره. ليش؟ لأنه في قانون عم يحميهم. تقدر تقولي لي وين القانون وقت تتآمروا عليه؟ وين؟ هاني أنا هذا الكلام الانفعالي ما بفهمه. كلنا بنعرف إنه بابا مظلوم، بس وين الدليل على إنه انظلم فعلا؟ حتى لو أنت بدك تحاكمهم وتثبت إنه هن افتروا عليه، ما بدك تستند على وقائع؟ رجعت للقانون. طبعا. على كل إن أنا ما راح أترككم. تعال هون، إنت شو ناوي تعمل؟ ما بعرف، ما بعرف. أهلين سامي. أهلين. يا هلا، شو هالمفاجأة؟ مفاجأة؟ إيه مفاجأة سارة. تفضل ارتاح. شكرا. شو لساتك متضايق؟ شو رأيك أنت؟ انبسطت على الحكي اللي حكاه إبراهيم؟ طا
طبعا لا، بس كمان الرجل معذور لانه عم يتوجع. شو يعني عم يتوجع؟ هلا انت اذا وجعت ترمي وجعك على الناس؟ يا سامي معلش، يعني انت قلبك كبير. قلبي كبير؟ إيه بس هيك هو طعني بقلبي. لا تطلع فيني وقت اللي بيسبني وبيتهمني قدام الناس، وانت بتعرف منو انا، بيكون طعني بقلبي قسما بالله لو ما كان ابراهيم. يا سامي طول بالك يا اخي، المسامح كريم. انت بتسافك شكك انه بريء؟ معقول؟ هلا انت ما شفته كيف كان عم يضحك؟ قلي لشوف واحد بينطص حكم سنتين بيضحك؟ والله بصراحة أنا كمان استغربت وضعه. لا تستغرب سيدي، لا تستغرب بنوب، لأنه صاحبك سيد إبراهيم حاسبها منيح. حاسبها؟ إيه حاسبها، سنتين حبس وبيطلع معه حق بضاعة كذا مليون، وبيقعد بيفنجر وبيصرف على حسابنا، على حسابك يا برهان بيك. تعرف يا سامي، كل ما بفكر بحق البضاعة بيرتفع معي الضغط. وبدك يعني سامحه لأنه عنده مرة وولاد. اشفق عليه. ليش أنت ما عندك مرة وما عندك أولاد؟ شفيق ما عنده مرة وما عنده أولاد؟ مختار أنا؟ مو غريبة يا برهان، بني آدم يسرق الإنسان اللي بيخدمه؟ قليلة شو خدمته يا برهان بيك؟ على كل الحق مو عليه، الحق على اللي عينه بالشركة ودللوا ووسخ فيه. تنكر يا برهان بيك؟ تنكر انك انت اللي اصريت انه يستلم امانة المستودع؟ انا شو بيعرفني شو مخبيلنا؟ بس انتو كمان دللتوه وسقتوا فيه. لانه معرفتك. ايه مو صحيح، اجا وقت انتو حبيتوه اكتر مني. المهم بهالعملة كسرنا ميزانية الشركة كسرة مرتبة، يعني أرباح 4-5 سنين طاروا بالهوى. هذا إذا ما صار عنا عجز برسمال الشركة. عجز؟ إيه عجز. إيه ليش شركتنا شو عم تربح بالسنة؟ خلينا بالمهم، هذا المحاسب معتز ماني هاضمه، مو بس ماني هاضمه خايف منه، لأنه بهالأيام يا برهان بيك ما عاد حدا يأمن للتاني. لا لا إلا معتز هذا أنا متفائل فيه مثل ما كنت متفائل بإبراهيم. وليه زعلان طالما النتيجة هي متوقعينها سلفا؟ مرافعة والحكي الحلو بأمرهم ما كانوا قادرين على إدارة الدفة لصالحنا. لازم أدلة، طالما في أدلة إدانة لازم يكون في مقابلها أدلة براءة أقوى منها. شايف الفشل قد ايه صعب؟ معك عن اذنك. طبعا سالم شاب ممتاز، بس مشكلته انه هو يعني عاطفي اكثر منه عقلاني. على كل نعمل اللي عليه يكتر خيره. عمل اللي عليه منشانك، منشان يحسسك انه هو ما تخلى عنك. كمان هذا عمل يشكر عليه. طبعا هذا واجبه، وكمان واجبي ولو اني كنت عارفان مسبقا انه القضية ميؤوس منها. المحاماة مو اندفاعه بس، لا، المحاماة محاكمة عقلانية كاملة. أنا كان فيني أمنعه أنه يستلم القضية، بس أنا تركته على راحته. تعرفي ليش؟ لأنه أي محاولة مني لقمع اندفاعه حيعتبرها محاولة مني لإحباطه. سالم شاب ذكي وطموح وحاسس انه هو اقوى من الوقائع والادله. في هيك شيء بشخصيه سالم. انا ما بنكر انه هو شاب متحمس قدامه مستقبل، وانه انا بعتمد عليه كثير بحل القضايا الصعبه. اكيد يمكن هو خبرك بهذا الشيء مو؟ خبرني؟
بإني أنا بعتمد عليه اعتماد كامل بحل بعض القضايا المستعصية؟ لا أكيد بيكون حكى لك، لأنه هذا مو سر. بس الشيء اللي ما بيعرفه سالم إنه أنا اللي بهيئ له ظروف ليدرس ويحلل ما وراء السطور بأي قضية بيدرسها. أنا اللي بوجه مسار عقله، والنتيجة الإيجابية اللي بيوصل لها بكون أنا اللي داسس له إياها أثناء نقاشي معه. هو مفكر إنه أنا كبرت وما عاد قادر على الدراسة والتحليل، وإنه الدراسة والتحليل للشباب اللي بسنه. بالعكس، العمر هو الخبرة، مثل الطبيب النفسي. كل ما كبر بالعمر كل ما مرت عليه حالات أكبر واختلافها أكبر. بس أنت مو كبير لهالدرجة أستاذ صفوح. لا، أنا كبير على الأقل بالنسبة لسالم. بس أنت ما سألتيني ليش أنا بتصرف معه هيك أو مع أي محامي بيتدرب عندي. ليش أنا بعمل من نفسي مطية ليكون هو الفارس؟ يا ريت تقلي. لأني بدي إياه يكون قوي، بدي إياه يكتسب ثقة عالية بالنفس، بدي إياه يدخل على كل القضايا بثقة وقلب عالي وعقل متنور، لأنه هاي الأشياء الثلاث اللي بتخلق المحامي الناجح. أعطيني اسم محامي واحد اتدرب عندي وما انشهر وفتح مكتب. يعني معقول يكونوا كلهم ممتازين وأنا مالي خبر؟ ليش مين بيسترجي يحكي هالكلام؟ لأني بعرف إنه سالم ممكن يحكي عني هيك شيء، بس أنا ما حأتخلى عنه حتى لو طلب مني هو هذا الشيء. أنا ما بعرف ليش أنت أخذ هالفكرة عن الأستاذ سالم، مع أنه إذا انجابت سيرتك ما بتنجاب إلا بالخير. صدقيني يا أنسي، مو مهم كيف ممكن تجي سيرتي، منه أو من غيره، المهم أنا مين. طبعا. على فكرة أنا حاسس أنك حتكوني أهم محامية ممكن تدخل على هالمكتب. أنت يا أبو الشباب، أنا أوكل لعبة غير هاي اللعبة، هاي لعبة بعض صغار. عود عود يلا عود. لا تويت، لا أحد تويت. أشو مخبار؟ شو أنا اللي ضربتك؟ أنت ضربتني. يا غلطان، أبها اللي ضربك. ايوا حتى ما تقول لعبة ولاد صغار. لك طمني شو صار معكم؟ انت بتجهز لي حالك وبتضب لي اغراضك، بكره الصبح رح تترحل على السجن. ها اخيرا فرجت شباب، بكره على السجن على السجن على السجن. وفرحان كثير. لك اي معلوم بدي اخلص من الاوضه المعده اللي قاعد فيها. دخيلك بدي اسالك، هنيك بالسجن في اكل ظريف يعني بيطبخوا ولا سندويش مثل هون حاكم؟ وفي اكلات، في اكلات انا ما بحبها. والله ممكن تعطيهم قائمه بالاكلات اللي بتحبها سيادتك وبيعملوا لك اياها. ذاتا انا هيك رح بعمله ولو اني بعرف انه ما رح يردوا علي. سؤال ثاني. خير يا طير. هنيك بالسجن بيسمحوا بالشغل حاكم؟ وينك؟ انا ما بقدر بقعد بطال. لك قديش صار لك قاعد هون بطال؟ قاعد هون عم بستنى ليطلع الحكم. هلا طلع الحكم وخلصنا. حكي انا بدي اعرف شو بدي اشتغل. مثل ما بيقولوا الايد البطاله نزه. لك حاجتك لعي. طوشني طوشني. خيلته. هلا بجد فرحان انك رايح على السجن؟ لك معلوم بدي اعرف البيت يلي بدي اقعد فيه سنتين. بيت؟ بس اللي ما بيعرفه سالم انه انا اللي بوجه مسار عقله، والنتيجه الايجابيه اللي بيوصلها بكون انا اللي داسس له اياها اثناء نقاشي معه. لاني بدي اياه يكون متفوق،
بدي اياه يكتسب ثقة عظيمة بالنفس. تعرفوا يا شباب راح بستوحش الكون. ايه باين ما انك مصدق على الله انت تفارقنا مبدئيا، بس اكيد راح نلتقي بالسجن بعيد الشر ان شاء الله. ليش مفاوليه؟ شو شافك مستعد؟ ليش غيرتوا رايكم؟ لا بدي اسالك، في حمامات هنيك حاكم؟ انا اذا ما تحممت يوم ايه يوم لا ما بيهنا لي بال. ايه في حمامات هاي لايت وشامبو وصابون معطر. لك يعطر لي ايامك مع انك عم تمزح. يلا شوف وشكم بخير. انت بخير. خاطرك خاطركم. مع السلامة. يوم الجمعة عطلة ما؟ اكيد اكيد لازم يكون في عطلة بالاسبوع يوم. ايه يوم الجمعة عطلة، وحسب ظني يوم الجمعة بياخدوكن عبلودان يشمموكن هوا. هاد إذا مو علادية دمه خفيف. شرف أستاذ. أستاذ الدعكة اللي قدامي لأشوف الدعكة. مفكر حالك رايح على سهران ما؟ شرف. خاطركم يا جماعة. مع السلامة. مسيك عمي، طلع قدامك منيح ومشي على مهلك، ولا تنسى ترجع لي الفوارق. ها شكرا عمو. الله معك حبيبي. مرحبا عمي ابو رشيد. اهلي هاني. هاني وصل الاغراض على البيت ورجع لعندي، عاوزك. خير عمو؟ شو في؟ المهم قبل ما تروح على شغلك رجع لعندي، عاوزك. حاضر عمو. مسيك مسيك. شو كان عم يحكي معاك؟ يا فتاح يا رزاق يا كريم. مسيك. يعطيك العافية ماما. يعافي لي عمرك يا ابني، يسلموا ايديك. بدك شي تاني؟ سلامة عمرك، بس انت وراجع جيب لنا خبز معك. ان شاء الله. المشوار يضرب المشوار وسهل. شو الكرتونه هي؟ اعطتني اياها. شو الكرتونه هي؟ لك شي شغيل ابو رشيد، لك شغيل. ايه عمى ايه قلبي وقف. خير عمي ابو رشيد؟ شوفي الله يجعل كل ايامك خير يا رب. نسليتك بباب صغار. اكيد انا زحل حاله بس عيدان ما بتعرف. بس لذيذ. رشيد خلينا لحالنا ان شاء الله. بتنفس معك المسليتي. ايه ايه عمو هاني، اول شيء الحارة كلها زعلانة على ابوك لانه ما بيستاهل. كلهم عم يقولوا انه مظلوم وياما بالسجن مظلوم، وان شاء الله المدة بتمرق بسرعة وبيرجع لكم، بيرجع لحالته. تسلم عمي ابو رشيد. تاني شيء نحن عملنا اجتماع بالحارة مبارح بالليل، كبارية الحارة كلهم، وكلفوني اني اقول لك الحارة باللي فيها تحت امرك وامر اهلك. مو بس هيك، في الكم من اهل الحارة راتب معلوم بتقبضوه كل اخر شهر لبين ما الله يطالعه بالسلامة. كتر خيركم. ما في كتر خيرنا، في انه كل يلي بهالحارة اهل وما حدا بيوقع الا والتاني بيسلقها. مو هيك حارتنا من يوم يومها؟ مبلا عمي مبلا. ايه خلصنا لكان، رح نتفق. خود هاي راتب اول شهر. شكرا عمي ابو رشيد، نحن ما لنا بحاجه. ما بيصير، هذا واجب مو صدقه يا ابني. معلش عمو معلش. لك اخي ما في معلش، هذا قانون الحاره من يوم يومها. وانا ممنونك وممنون الحاره كلها، بس بابا طلب منا انه ما ناخذ قرش من حدا. الله يسامحك يا هاني، نحن حدا ونحن وعدناه عمو. لك يا ابني انتوا عيله كبيره بس مستوره، ورح تضل مستوره باذن الله. يعني رح تخجلني وتخجل كبارية الحارة؟ يا عمي أبو رشيد أنت على راسي وعلى راسي كل كبارية الحارة، بس هذا مبدأ ما بنساوم عليه. معلش عمي أبو رشيد، صدقني بس نحتاج ما رح نلاقي باب تاني ندق عليه.
أكيد ها؟ أكيد عمو أكيد. روح الله يكون معك يا عمو روح. شكرا عمو. الله معك مع السلامة. مو صغيرة عليك؟ بلا. هلا عتاب بتعرف انك بتركب هيك مسليتي؟ بعدين انت ما وعدتني انه بالنهار ما تفتح شباكك؟ اه قلي ما وعدتني؟ بعدين شو كان عم يحكي معك ابي؟ لك يا زفت كلم عزات. الك الحكي عمو الك الحكي. ليه عدمني اياه كيف فهمان هي؟ يا بي يا بي يا بي شو اللي عم يصير من قفا ظهري؟ اه قلي 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 شو اللي عم يصير من قفا ظهري؟ شو كنت عم تحكي له لهاني؟ لازم تحكي لي يا بي، انا ابنك ولا ماني ابنك؟ قلي ابنك ولا مو ابنك؟ عايز اعرف. بتعرف شو جاي على بالي؟ نسيت تروب الحليبات. نقي لك تخت وعود عليه. شو شايف ما في حدا؟ لحالي رح اقعد هون؟ لحالك؟ المساجين عم يشموا هوا. ببلودان؟ بلودان؟ لك عم نمزح كبار. مزح الضريب يخلع رقبتك فوت. كمان في بوفيه. وعود. ودربكة. ونايات. شي حلو فيه وآلات موسيقية باي انت القعدة رح تحلق. صرعة انه وين؟ ما في ولا تخت فاضي.
ان شاء الله بدي نام على الارض. بتكون كملت معنا والله. تفضلي يا انسي نهار، هي قهوه. شكرا لك. تسلموا. تمر شيء غيره؟ شكرا يا سلمى. صباح الخير. اهلين. صباح النور. اهلين سامي بيك. صباح الخير سامي بيك. هاي البسكليت ليش هون ومين حطها هون؟ عفوا استاذ، هاي البسكليت الك. لي؟ هاني ابن ابو هاني جاب لك اياها وترك لك هالظرف. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمد للظالمين مدا. صدق الله العظيم. البسكليت هاي بتاخذيها لاخوك الصغير خليه يلعب فيها. شكرا. يا سلام يا هذا شاي، مو مثل اللي كانوا عم يسقونها يا هنيك. الله، علي الحلال اطيب من الشاي اللي كانوا يساووه بالشركه. سيدي ولد، ولد وزعلان على ابوه، قليل شو رح يتعتروا لبينما يطلع من الحبس. وانا شو دخلني؟ اه؟ شو دخلني؟ جاجي حفرت على راسها حفرت. انا اللي قلت له يسرق؟ جاوبني. شو بك انت الثاني؟ مقروق منك. اوف، مقروق مني وليش بقى؟ لكن معقوله تعطي بسكليت لاخوها لنهال؟ وانا عندي اولاد قلبهم ناطف على هيك بسكليتة؟ قلبهم ناطف؟ ولك ما تشتري لهم. سيد معتز، انا بدي احكي معك كلام، بس بتمنى انه يضل سر بيني وبينك. انا خدامك برهان بيك. لا استغفر الله، ما بدي اكون خدامي، بدي تكون معي مخلص وامين ونزيه. صدقني هدول جزء بسيط من صفاتي، والايام رح تثبت لك هالشيء. ان شاء الله. انت يا سيدي بتعرف الظروف اللي مرت على الشركه قبل ما توظف فيها، ويمكن حاسس انه الموضوع في إلنا. اكيد الشيء اللي صار بالشركه شيء مو طبيعي. فمشان هيك بدي اياك تفتح لي عيونك منيح. كيف يعني؟ انت بتعرف انه وظيفتك كمحاسب بالشركه وظيفه حساسه كثير. كل شيء عم يصير بالشركه عم يصير عن طريقك. ليش؟ لانه الشركه كلها حسابات وانت مستلم الحسابات. مفهوم مفهوم. بقى من هلا ورايح الله يرضى عليك، ما بدي شيء يصير بالشركه بدون هلمي. فهمت علي؟ لا. شو الساحة كانت ملانك. بعد بعد لو سهلة ارتاحوا. شو عم تعمل هون ولا؟ جاوب الاغا. ايه على راسي الاغا، بس يعني شو بدي اقعد اعمل؟ على قد السؤال بتجاوب. اعيد. قوم. حاضر. لا واخد راحته على التمام. ليش يعني هذا القاوش مو للراحه؟ لا للمحلايه.
يوزع محلايه. على نصك اسمك وعمرك وشو عامل لك شبك ما جاوب الاغا. ايوه اسمي ابراهيم وعمري 50 وما لي عامل شيء. لكان لشو جابوك لهون؟ الحكومة. عم تجذبها ولا لا؟ باطل معقول اجذب عليك انا شو جنيت؟ انت شلون بتمد ايدك على البري وبتشرب شاي اه؟ لانه نشف ريقي بليت حلقي بكاسة شاي. ان شاء الله بتنشف عروقك كمان. هذا البري ما حدا بمد ايده عليه غيري، انا الوحيد اللي بفهم فيه، فهمت؟ لا بهي غلطان، ما حدا بيفهم قدي انا بمسألة الشاي. لكن انا اصلا بوفجي. بوفجي؟ معلوم انا احسن واحد بالبلد كلها بيعني القهوة وشاي وزوراد. جاد؟ بتحب تجرب؟ ايه بحب جرب، بس ما في حدا مثلي بيعرف طعم التمه بالشاي. يعني اذا شايك ما عجبني ادلقه على راسي وهو سخن. لا ما حذر، راح ادحشك بالبريق واغليك مع المي. بسلامة فهمك يا اغا، بالظاهر حضرتك مالك دارس الحجوم، معقولة انا بطولي وعرضي انزل بالبريق؟ ايه بتنزل بالبريق وقت بقطعك 100 شقفة وادحشك فيه. سلام يا عيني عليك، شو متنور يا اغا، هيك بفوت كلي بالابريق ومن غير ما تطف المي. ايه شربنا شاي لشوف. ايه مو تكره على عيني. يلا بس ان شاء الله كلكم تكون تضلوا واقفين فوق راسي، ما بعود بعرف بشتغل. تفرطعوا شباب. تعال أنا معلش يضل واقف فوق راسك؟ لكان أنا اللي بدي واقف فوق راسك. واقف فلان! بتحبوا تشربوا الشاي وسط ولا حلو؟ احنا بنحط السكر على كيفنا. مظبوط عندك حق، هديك القهوة. يلا حوت مرغة روح جيب عصام والعود. حاضر. تعال يا صامو دق لي على العود. مور امرار لك ما تشتغل. عم اسمع، ما بدك ياني ساوي لك شاي ظريف؟ خليني اسمع، انا روح قلبي النغم، اذا سمعت شي ظريف بساوي لك شاي ما في منه. لا هيك رح مبكر بالفلاح. مزبوط اغا. يا اغا ليش مصلتك محروقة؟ ما بدكن اعطيكوا الرأي بالنغم؟ انا بفهم بالطرب كتير. ها عاشتك بلضمي. بلضمي تسكت اللي اسفك كفر لك سنك. لا بسكت بس على شرط اسمع النغم. لك ايه سمعك ضريب اللي شق حلكك. رح تتطاول عليه بوجودي ولا؟ بعتذر اغا. ارجع لمحلك. ليك أنا رح مشي لك إياها هالمرة، بس يا ويلك إذا طلعت ما بتفهم بالطرب. يقبرني البطن اللي حملك يا أغا. أهلين وسهلين أغا. الحانة بالشاي لكان. شرف أغا، شرفوا شباب. عود. أهلين بالشباب. يا أغا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. سمعونا عمي سمعونا. وحدي
إن شاء الله ما عجبتك الغنية. هلا بصراحة لسه بدكم تدريب، خاصة أنت يا أغا. شو؟ يعني أنا بقصد إنه الغنية مو حلوة حلوة. إيه بزمتي حلوة. يعني هدول الأغاني اللي عم نسمعهم هلا أكثرهم مو أحلى منها. هات هات هلكتني. ايوه ضني. تسلم. ما بدي اشرب. لا بدك تشرب. ايه بشرب. سمعونا شباب. شو الحكي؟ مثل ما عملنا برهان بيك بده اياني يتجسس عليكم. بده اياني يكون العين اللي شايفه كل شيء واللسان اللي يحكي له كل شيء. برهان؟ من امتى؟ انتوا اللي بتعرفوه. من حديثه فهمت انه مو مطمن لكم بنوب، خاصة انت سامي بيك. معناته لساته مقتنع ببراءة ابراهيم؟ وزعلان عليه كثير. قال انه في حدا بالشركة مورطه وبده اياني اعرف مين. العمى؟ يلزموا الجنائية طالبة منه هذا الشيء. الجنائية؟ كان برهان يتصرف لحاله بهالطريقة حياته ما فكر بهالطريقة. طول عمره حوبة ومثل الأطرش بالزفة. لحظة. طالع عم يطلع لك ريش من قفا ظهرنا يا برهان. ماشي. ما بكون سامي بيك إذا ما بوصل لك يا وبخليك هالعظم. عم تتعامل مع الجنائية وضدنا؟ يخرب بيتك. بلكي. ما في بلكي. عميل الجنائية المكشوف هو برهان والجنائية حاطينها براسهم. ومن هلا ورايح يا شفيق الشغل البراني كله بيتوقف، فهمت؟ شو هالحكي؟ معقول توقفوا شغلكم الأهم؟ لانه اذا مفكرين انه الجنائيه معتمدين على برهان وبس بتكونوا اغبياء. معتز بتخليك عم تحلب مع برهان مثل ما بده، خليك بايده مثل العجينه لحتى تقدر تفتلي لمخه منيح. هاي اتركها علي، انا سوسي وراح انخر فيه، واذا في ريحه جنائيه راح شم لك اياها. على مكتبك تحرك. معتز thank you.
التحقيق الجنائي هلا عم يراقبوا تحركاتنا داخل الشركه وبراتها. يا حبيبي وكمان براتها؟ شفيق شغل البرادات لازم يوقف، بيسافروا نضاف وبيرجعوا نضاف، فهمت؟ عم تحكي جد؟ وإذا كنت ذكي يا سيد شفيق بتوقف لي لعب القمار بشهتك. أخي هيك بنخرب بيتي. مؤقتا يا بني آدم مؤقتا، بس لبين ما نعرف على شو ناويين. الله لا يوفقك يا برهان الزفت. برهان برهان هيك اللي تصرف تاني معه، تصرف يحبه كتير. شو راح تعمل معه؟ هلا جاي تقلي شو راح اعمل معه؟ هلا جاي تقلي من يوم يومي بيشتغل كل شيء وبدون ما تعرف شو عم يشتغل. انا اللي ببوز المدفع، ومشان شو؟ مشان انتم تضلوا بالامان. بس لإمتى؟ لإمتى رح ضل اشتغل كل شيء مشان انتم تاكلوا كل شيء على البرد المستريح؟ ها؟ لإمتى؟ ما عم افهم عليك. احسن! لك اخرس لك شوي وعضلي على لسانك. شلون هيك؟ شلون هيك شو؟ شو مساوي بالشاي؟ ما فهمت. يعني شلون طالع هيك الشاي طيب كتير؟ بسلامة فهمك اغا، هاي شغلة نفس، انا نفسي على الشاي طيب. سمعت يا تور؟ الله سامحك يا اغا، من طول عمرك تشرب الشاي من تحت دياتي وانت مروق، هلا الشاي وصار اطيب؟ لذلك توقف عن عمل الشاي حتى اشعار اخر، ويكلف ابراهيم ابو الشاي بعمل الشاي. من هلا وطالع صار اسمك ابو الشاي. وهلا بقى شلح لي من رجليك. فرقة الفلات شرف لهون. فلقة؟ ليش الفلقة؟ وليش هيك ارتعبت وصفر وشك؟ لك هي عادة متعودين عليها، شلون السايح أول ما بيجي على الشام بيروح بيزور آثار تدمر، ونحن هيك عمي، أول ما بيجي الضيف بيحط رجله بالقاوش بده يجرب الفلقة. هلا أنت عم تحكي جد أغا؟ إيه عم بحكي جد. مشان يتعود جسمك على القتل. قتل؟ هلا انتو بزمتكن عندكن هالآلات الموسيقية وبتعزفوا هالعزف وبتغنوا هالغني وبتضربوا الناس، شلون بيجتمعوا هدول؟ شو دخل؟ طبعا دخل. الموسيقى حضارة والتعدي على الناس حخارة. إحاشتك جقارة وشلح لي برجليك. خلص طبعا، عود على الأرض وارفع رجليك بقى. فيك تعض على لسانك ولا؟ شوفوا شغلكم شباب. أوكر حدا يقرب علي. ها هتشوفوني كبير بالسن شوي. أنا عظمي قاسي، أنا لما كنت صغير كانوا ينادوا لي أبو العظم. إيش لاح إيش لاح؟ تخرس إلا أنا عم ضلك على لسانك، عود عم تحكوا لا. ارفعوه. إي والله يا اللي بدي أقرب عليه لكسر هذا على راسه. دخيلك عودي عودي لا تكسر. سامحوا هالمرة أخا، أنت درويش ومسكين. أنا لا لي درويش ولا لي مسكين، بس رجلي ما برفعوا. أنا بالمدرسة ما أكل فلقة، بدي أكلها على إيديكو. لك يا حبيبي، هي فلقة شكلية، يعني رح يلحمسولك بالخرزانة لحمسة. لحمسة؟ خليني لحمس لك أنا. شو هاد؟ لكان أنت ابن 9 وأنا ابن 3. دخيلك اترك عودي، هذا مال يتامى. شلاح من رجليك الله يهديك. ما عذرت،
هلا بصرخ بلم عليكم الدنيا. ايش سالها انا اغا؟ ماشي عفينا عنك هالمرة، بس بشرط بدك تسكر تمك من هون لبكرة مثل هلا، وإذا نطقت بحرف واحد أنا اللي بدي أعمل لك الفلقة، ومو لحمسة، فلقة عصملية كمان. يعني اخرس 24 ساعة شو ما صار وشو ما سمعت، يا ويلك إذا بتحكي حرف واحد، وإذا نطقت بحرف واحد قول يا رحمن يا رحيم. وأنا موافق، ذاتاً أنا حابب جرب هالتجربة. هذا ما بيصير أخا، هذا ظلم. كمان هو لازم ياكل الفلق، شو أحسن منها؟ هذه المساواة اللي عم تحكي عنها، كمان بلاقوش في خيار وفقوس. لك هس يخرب بيتك، رح تقلب لي إياها زيادة؟ لا ما بدي هس، لازم ياكل الفلق، بدي الفلق. قلت لي بدك الفلق. إيه بدي الفلق. إيه مو على عيني؟ إيه بدي الفلق. تعوا شباب الفلق. شو يعني؟ يرفعوا فلق. لا مو أنا. الضمير يزيد بيحكم قانون الغاب وعالكرم